معانا على التليفون الناقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. بداية، شفت إزاي العقوبات اللي اتفرضت على الزمالك؟ هو يعني انا بتفق مع حضرتك انها ممكن تكون عقوبات اشد يعني من الواجب، يعني هي زيادة شوية. بس هي المشكلة بقى اللي احنا لازم نقولها برضو، ان اللعيبة بتوعنا زمالك، اهلي، منتخبات، اي اندية، لازم تتعود على ان هي تلتزم سلوكيا وما تعرضش نفسها للمشاكل. ده من حيث المبدأ. انما هي العقوبه شديده بالفعل، يعني هي عقوبات مشدده طبعا من طب حق هو الزمالك، ان انا يعني الوح بالانسحاب، غير ان انا انسحب، غير ان انا غير ان انسحب، انا فهل عقوبة التلويح بالانسحاب هي نفسها عقوبة الانسحاب؟ لا طبعا، لا طبعا، المفروض انها غير، لان دي حاجه، دي عقوبه، او دي ده فعل وده فعل تاني خالص، انسحاب وتلويح بالانسحاب، فالمفروض انها تكون اقل من كده. بس الحقيقة أنا يعني دايما بحب أجيب الحق علينا إحنا، يعني إحنا كلعيبة، إحنا كمدربين، لازم إحنا كمان ما نديش فرصة، يعني زي ما حصل في الإمارات مثلا. قبل ما أروح أعتذر، إيه اللي يخليني أروح أعتذر؟ ما أنا ألتزم أصلا، يعني أنا ألتزم بالسلوكيات المفروضة أو المطلوبة، وبعد كده محدش هيبقى له حاجة عندي أصلا. يعني لازم يبقى احنا متعودين في تنشئة اللاعبين ان هم يعرفوا ده كويس، واللي ما يعرفش أول ما البعثة تسافر دولة خارجية مصرية، دولة عربية أو أوروبية، لازم أفهمهم، لازم أديهم توعية وتركيز شوية في النواحي السلوكية، انه مفيش داعي للخروج عن النص. طيب.